كل حي في أرض أباه يزرع، بحضر له الماء وبحضر له تشويه، القادر يزرع واللي ما بقادر أنا بزرع له. وصلنا أن 27% من المهل العربي اللي موجود في الطبيعة وعايش في البرية الآن موجود في محمية أم الزمول في دولة الإمارات. We are the first material library in the UAE and the Middle East. It's a place for knowledge, for inspiration. فأطلقت مبادرتي كيس الحياة، عبارة عن إعادة تدوير القمصان القديمة وتحويلها إلى أكياس صديقة للبيئة. How are you? Very well, thank you. It's a great honor. We work in association with the Worldwide Fund for Nature. كيف الحال؟ بخير الله يقومك. كيف الحال تونا؟ أنا مصور إماراتي طال عمرك ومصور بحري. جزء كبير من شغلنا ان نحن نحاول ان نشجع الناس ان يغيرون سلوكهم اليومي عشان يكونوا مستدامين. طريقه عن الاستدامه، لعبه استدامه كرافت اللي تعكس دوله الامارات. My business is called pheahead.co. So I know that Sheikh Zayed spoke before I was born about conserving resources both of the land and the sea. كيف الحال؟ الله يحفظك. هلا. أنا بمثل مزرعة إمارات بايو فارم بالإمارات العضوية، أكبر مزرعة سياحية وإنتاجية بالزراعة العضوية.